الاداء ديال المنتخب الوطني كان بطولي، اللعبة كانوا كاملين يعني في مستوى احسن من الماتش الاول ديال ناميبيا. وجهت يعني توجه تحية خاصة لمبرابط مرافط وبوصوفا احمدي درار، يعني كلهم كانوا في المستوى. اليوم فكرونا في المونديال ماتش ديال البرتغال والمغرب، يعني الف مبروك لهم ونتمناهم يقوموا في هذا المستوى ان شاء الله باش يمشيوا بعيد في كاس افريقيا. الحمد لله كان اليوم الفوز نتيجه واداء، الاداء كان احسن من المقابله الاولى، اللعبة كيزيدوا انتاج من المقابله من بعد المقابله، والحمد لله كنهنيو جميع الشعب المغربي بهذا الفوز، وكنتمناو القادم يكون احلى ان شاء الله، وكما كانت الوداد مزيانه كيكون المنتخب مزيان الحمد لله. الوطن لعب مزيان، كان عنده بزاف ديال لي بوسيبيليتي، ولكن ما جابش الله، واخا كان بزاف ديال لي زاتاك وعطاكين اكثر منهم، واحد الزيرو هي اللي كانت. حنا فرحانين اليوم بزاف، وحنا كنفتخرين بالمغاربه ديالنا، الله يعطيهم الصحه، والحمد لله فرحونا وحنا خارجين فرحانين بزاف بزاف، وتبارك الله عليهم ديما كيرفعوا لينا. حنا ما كنتمناو لهم الا التوفيق باذن الله، ونتمناو لهم الخير وان شاء الله مازال غادي يزيد يعطيو باذن الله. حيت حنا فريق قوي، وحيت عندنا استطاعه وقدروا نديروها، اذا كانت عندنا الحماس وكانت عندنا الموتيفاسيون باش نديروها ان شاء الله ناخذوا الكاس، ان شاء الله ما ناخذوش.